بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية. الحقيقة ضيفي اللي مشرفني في الاستوديو واللي هنتناقش معاه حوالين القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم القطاع العقاري واللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كنوع من التوجيه لتنظيم هذا القطاع، المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين. برحب بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة فندم احنا بصدد النقاش حول توجيه السيد الرئيس في عملية تنظيمية للقطاع العقاري بعدم الإعلان عن أي مشروعات عقارية إلا بعد تنفيذ 30% من إنشاءات هذا المشروع. كيف يرى مجتمع الأعمال هذا القرار؟ وما هي ردود الفعل في مجتمع التطوير العقاري؟ طيب، يعني خلينا نتفق الأول إن التنظيم السوق هو مطلب ومطلب ملح لمجتمع التطوير العقاري، وتوجيهات سيادة الرئيس لقت ترحيب كبير جدا. احنا عملية التنظيم هي في صالح الدولة، في صالح المواطن، في صالح شركات التطوير. التنظيم هنا الحقيقة بيساعد على الوصول للهدف دون منع ودون مغامرات ودون خسائر من أي طرف، مجرد نحن نحط ضوابط. الضوابط دي بتساعد الدولة، بتساعد الشركات، بتساعد الأفراد، كل واحد بيعرف حقوقه إيه، بيعرف يقدر يبدأ منين وينتهي فين. كنا تأخرنا شوية في ده، فكويس نحن النهاردة بتوجيهات سيادة الرئيس هنبدأ نتحرك في هذا الاتجاه. محتاجينه، محتاجينه جدا طبعا، ومستحيل السوق يتطور من غير ما يحصل عملية تنظيم. الفترة الأخيرة مع المشروعات الكتير ومع التوسع في المدن الجديدة، العاصمة الإدارية، العالمين، النشاط العمراني الكبير اللي شغال، ده بيستلزم بالضرورة أن يحصل نوع من التنظيم. فتوجيه يعني إيجابي محمود مطلوب في وقته، إن شاء الله يؤتي بثمار يعني طيبة للسوق العقاري. وزي ما حضرتك شايفة السوق العقاري يعني ليه وزن نسبي كبير في الاقتصاد المصري، فما ينفعش إن احنا نتعامل معاه يعني إلا بتقدير حجمه ودوره في الاقتصاد المصري. الحقيقة يمكن حضرتك نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وأيضا نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مؤكد حصل نوع من النقاش بين رجال الأعمال في الجمعية والغرفة، وأيضا مؤكد هذا النقاش تطرق لي المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية واللي بيشرفنا دلوقتي عبر سكايب. الحقيقة باشمهندس أنه يعني كتير من رجال الأعمال اللي عندهم انتماء للقطاع العقاري ما فيش شك ان هم بيفكروا في هذا القرار لانه اكيد هيحدث نوع من انواع التغير بشكل او باخر. غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات اللي حضرتك بترأسها مؤكد تم اجتماع بين اعضاء الغرفة للنقاش حول هذا الموضوع وتقديم مقترح للحكومة يفيد القطاع والمطورين والعملاء في نفس الوقت. الحقيقة أنا بصفتي كرئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأيضا رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، دعوت إلى اجتماعين عاجلين لمناقشة زملائي الأعضاء في وجهات النظر في هذا الشأن. وكانت النتيجة الحقيقة تتلخص في ثلاث كلمات. الأولى هو أن تحقيق التوازن بين العلاقة الثلاثية بين جهات الولاية اللي هي في أغلب الأمور بتكون هي الحكومة، مثل هيئة المجتمعات أو هيئة التنمية الصحية أو هيئة التنمية الصناعية، جهة الولاية على الأرض مع المطور العقاري مع مشتري الوحدة كمثلث بيقفل عملية التطوير العقاري، كان من الهام جدا أن يكون هناك توازن في هذه العلاقة واتزان حتى يستمر هذا القطاع. أولا وده يهمني بالكلية، جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، لأن هذا القطاع بيشهد نمو كبير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن اللائق ومن المهم المحافظة عليه لانه بيجيب عمله صعبه، لانه هو قبله جيده جدا للمستثمرين. يمكن كان عندنا لسه شهاده مؤكده للمره الثانيه من احدى رؤساء شركات التطوير العقاري الاماراتيه
الكبيره الذي اقر في لقاء منذ اسبوع ان مصر هي الدوله رقم واحد بالنسبه له في تحقيق الربحيه، وان هي مصر هي الدوله التي يرغب في الاستمرار فيها برغم ان هذه الشركه بتعمل في 14 دوله خارج بلدها. هايل. فدي رساله يعني مش هنقدر نقول ان احنا بنقولها باعتبارنا وطنيين وبندافع عن بلدنا وعن قطاعنا، لا، دي رساله ليها عمق كبير جدا لانها تاتي من مواطن اماراتي يعني بيقول الحقيقه في مجملها عن القطاع العقاري انه جيد وجاذب وحقق فيه ربحيه كبيره. عشان نحافظ على هذه الجاذبيه وايضا نحافظ على القطاع وعلى مشتري الوحدات، كان من اللائق تحديد بعض العناصر اللي فخامه الرئيس وجه بيها ازاي يكون في ضمان للمشتري، لان الحقيقه في الفتره الاخيره في بعض المطورين عندهم حداثه عهد او ما عندهمش الخبره الكافيه، يمكن يكون هو ده السبب في صدور هذا القرار. كان في بعض الممارسات التي يجب انها يعاد التدقيق فيها حفاظا على هذه المنظومه الثلاثيه. لكن ايضا على الجانب الاخر من المهم بمكان ان يتم دراسه هذا الامر في اليات تطبيقه بعمق شديد علشان المحافظه على هذا الاتزان، لان ايضا صحيح. المطور العقاري عليه اعباء ماليه ويعمل كممول بنكي لصالح المشتري وعليه بالظبط. اعباء متعدده وكثيره، فالمحافظه على المطور العقاري واستمراريه جاذبيه هذا القطاع له في التوسع في العمل لما يتسبب فيه من فتح فرص عمل كبيره جدا بتمثل تقريبا 25% من فرص العمل المتاحه في مصر، بالظبط. ده امر هام جدا. ومن هذا الاطار تم الاتفاق على التنسيق على اجتماع ان شاء الله هيكون غالبا الاسبوع القادم او اللي بعديه مع وزير الاسكان ومع دوله رئيس الوزراء لمناقشه المقترحات اللي تم تداولها في الغرفه والشعبه وراي الحكومه وصولا الى صياغه متوازنه، لان برضو الحكومه حريصه جدا على المطور الحقيقه، ويعني في كل الاتصالات التليفونيه اللي تمت مع المسؤولين اكدوا اهميه المحافظه على المطور العقاري وعدم وجود اي اضرار عليه، وايضا اهميه المحافظه على المشتري وايجاد الاليه التوازنيه دي. الحقيقه مهندس طارق شكري، يعني الفتره الاخيره غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات يعني صدر عنها العديد من القرارات والمشروعات اللي ساهمت بشكل كبير جدا في تطوير القطاع وتنظيمه. بنشكركم كل الشكر وتمنياتنا ليكم بمزيد من التوفيق والنجاح في غرفه التطوير العقاري لصالح القطاع العقاري. بشكرك يا فندم. تحياتي. نرجع مرة تانية للمهندس علاء فكري، والحقيقة أنه المفارقة أنه لما عملنا استطلاع للرأي قبل يومين لما فكرنا نعمل هذه الفقرة كتير من المواطنين يزيد عن 51% غير موافق على هذا القرار، ودي مفارقة الحقيقة. ربما يكون أنا عندي تفسير أو أغلبنا عندنا تفسير لأنه حصل نوع من أنواع التخويف للمواطن بزيادة الأسعار، كما لو أن الأسعار بقت الفزاعة دلوقتي عند بعض المطورين علشان يخوفوا المواطن اللي بيسعى أو بيحلم أنه يكون عنده سكن راقي ولائق. كيف ترى هذه المفارقة من وجهة نظرك؟ أنا اتفاجأت من النتيجة الحقيقة، لأن أنا مشاهدتي أن في ترحيب وترحيب واسع حتى ونسبته أكبر في قطاع يعني المستهلك العقاري. هو يعني الدولة بتحط له ضوابط تضمن حقه، فهو إيه اللي مزعله يعني؟ يعني أنا قلت لحضرتك يمكن عملية التخويف من ارتفاع الأسعار، خلينا نقول إنه إحنا تعودنا على البيع أوف بلان، المواطن كان شريك للمستثمر. النهاردة لما المستثمر هيشتغل بنسبة 30% فهو هيحتاج قرض بنكي، هيحتاج تغيير للسياسات الائتمانية في البنك المركزي، فبالتالي الفوائد اللي هتضاف على المستثمر هتضاف على العميل في النهاية، ربما يكون ذلك. لكن أعتقد أنه أنتوا ناقشتوا ده أيضا في لجنة التشييد والبناء في جامعة رجال الأعمال. هقول لحضرتك، يعني هو المناقشة دي الحقيقة هي سابقة لأوانها شوية، لأن المفترض أن تصدر عن وزارة الإسكان وعن رئيس مجلس الوزراء يبقى فيه ضوابط معلنة تعلنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس. فإحنا استبقنا الموضوع قبل صدور الضوابط فبدأنا نناقش الضوابط دي. يعني أنا بنناقش من أجل خلق حوار مجتمعي يساعد متخذ القرار،
وعلشان نقدر من خلال هذا الحوار متخذ القرار يشوف إيه اللي بيدور في أذهان الناس سواء على مستوى المواطن أو على مستوى المستثمر، لأنه هي في النهاية حلقة متكاملة. طيب تأكيدا لكلام حضرتك، لو خدنا أو اختزلنا الأمر في 30% فرد الفعل إن المطور هيدفع ثمن الأرض زائد 30% إنشاءات زائد الوقت اللي هيتم فيه إصدار قرار وزاري وتراخيص، كل ده يبقى على تكلفة المطور، ده سنوات من العمل، فمن الطبيعي إن الوقت والاستثمارات دي يبقى لها تكلفة مضافة على التكلفة الفعلية. بالظبط، ده ما كانش بيحصل قبل كده. فإحنا إذن فكرة ارتفاع الأسعار واردة جدا، واردة لسببين. السبب الأولاني اللي احنا قلناه دلوقتي، السبب الثاني إن أكتر من 50% من اللي بيشتغل في التطوير العقاري النهاردة مش هيكون عنده الملاءة والخبرة إنه يشتغل بالشروط الجديدة. 50% نسبة كبيرة جدا. هو الحقيقة يعني نسبة مش قليلة يعني. هو الحقيقة في خلال الأربع خمس سنوات الأخيرة دي دخل عدد كبير جدا من الشركات الحديثة، وحديثة دي حاجة مش عيب يعني، بس هي شركات وليدة بلا خبرة، وبدأت تطرح مشروعات، وشاهدنا يعني عدم توفيق لبعض الشركات. ف يعني وجود شركات حديثة ده أمر محمود، وإن يفضل السوق يجدد نفسه وتخش مطورين جدد دي حاجة كويسة، ولكن يخش وفق منظومة. منظومة دي بتحدد زي ما مثلا في بعض الدول عندنا تصنيف، عندنا في ده مطور يبقى مسموح له فئة أولى، ده فئة تانية، فئة تالتة، فئة رابعة، بحيث ان حسب حجمه، حسب الخبرات، حسب الإدارة بتاعته والخبرات المتراكمة نتيجة مشروعات، يقدر يخش في مشاريع أكبر وأكبر. لكن ما ينفعش أنا من دي وان أدخل أقول أنا هعمل مدينة، وأنا هعمل مشروع حجمه كذا، وأنا واخد 7-8-9 مشروعات في ظرف 3 سنوات أو 4 سنوات. الحقيقة ده دور وزارة الإسكان. يمكن كان الفقرة اللي فاتت معنا دكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الحقيقة قال إنه إحنا بندرس العميل كويس جدا، أو بندرس المستثمر كويس جدا، بندرس ملاءته المالية، بندرس قدرته على تنفيذ المشروع، وبناء عليه بنحدد حجم الأرض اللي ممكن تمنح لهذا المستثمر. لكن حضرتك قلت لي من شوية 50% من هذا القطاع لن يستطيع تحمل هذا القرار، إذن 50% من القطاع سوف يسقط إذا تم تطبيق هذا لا القرار. لا مش هيسقط ولا حاجة، بس بدل ما كانت الشركة بتشتغل في 4 أو 5 مشروعات تشتغل في مشروعين، فإنتاجيتها هتقل، لأن الأموال اللي كانت يعني تكفي لتشغيل 4 مشروعات هيضطر ان هو يكثفها في مشروعين عشان يقدر يحقق الشرط الموضوع ده. يعني الحقيقة يعني مهم جدا ناخد رأي مجتمع التسويق العقاري في هذا الموضوع. عشان كده احنا بنرحب بدكتور عبد الرحمن خليل، مستشار تطوير وإدارة الأعمال. أهلا بيك يا فندم، برحب بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة دكتور عبد الرحمن خليل، يمكن تابعت حضرتك الفترة الأخيرة وشفت أن حضرتك ليك رأي مهم جدا فيما يخص توجيه سيادة الرئيس بعدم الإعلان عن 30 عن المشروع إلا إذا تم تنفيذه بنسبة 30%. كيف يرى مجتمع التسويق العقاري هذا القرار؟ توجيه سيادة الرئيس هو بالأساس خطوة هامة جدا على طريق تقنين وتنظيم العمل في القطاع العقاري بشكل عام. زي ما احنا كلنا بنشهد مصر فيها تنمية عمرانية كبيرة جدا، وقطاع القطاع العقاري على كل الأصعدة، على الجانب الحكومي وجانب القطاع الخاص، في كل يوم جديد وكل يوم تطوير في كل شبر في أرض مصر. فبالتالي الجذب المستمر للاستثمارات وللمشروعات الجديدة ولهذا الزخم من الفرص لازم يتم تنظيمه، عشان ما يحصلش بعض الممارسات أو بعض الأخطاء أو بعض المشروعات اللي تدخل بدون دراسة كافية أو بدون ملاءة مالية كافية، وبعدين يعني بيسيئوا لجزء من مشهد التطوير والتنمية العمرانية اللي موجود في البلد. فمن هنا جه توجيه سيادة الرئيس اللي بيعمل نوع من أنواع ضبط وتقنين القطاع العقاري اللي يخلي الكل يستفيد بدون النسبة الصغيرة اللي كانت بتحصل من بعض المطورين أو بعض الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري وهم مش جاهزين لده، أو مش مستوفين دراساتهم، أو ما عندهمش الملاءة المالية.
طيب هل بترى انه القطاع المصرفي له دور يجب ان يتم تغيير السياسه الائتمانيه مع المطورين العقاريين، تغيير المفردات اللي كان بيتعامل بها مع المطور، ولا الموضوع هياخد منحى اخر؟ بصراحة في الفترة الأخيرة احنا اوريدي بنشهد تطوير في جانب في الحلول المالية وفي تعامل القطاع المصرفي مع القطاع العقاري، وحتى بنشوف ده في بعض المبادرات التمويلية، منها مبادرة الرئيس الجمهورية والمبادرة الأخيرة ال 100 مليار اللي هي 30 سنة 3%، ومبادرات أخرى ما زالت تحت الدراسة، لأنه احنا الطلب عندنا عالي، مهما العرض عالي برضه في طلب عالي جدا، ولكن بيبقى الإشكاليات السنوات اللي فاتت كان في إشكاليات في التمويل وفي الحلول التمويلية لاستمرار عمليات ضخ دايما استثمارات جديدة في القطاع. الحقيقة دكتور أنا عارفة كويس جدا أن حضرتك عندك المزيد من الحلول في هذا الشأن، علشان كده أنا بستأذنك تشرفني في الاستوديو علشان نناقش هذه الحلول، لأنه زي ما قلت المهندس علاء فكري من شوية، إحنا بنعمل حوار مجتمعي علشان يقدر يساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره. دكتور عبد الرحمن خليل بشكرك كل الشكر وتحياتي لحضرتك. الحقيقة مهندس علاء فكري يعني تشرفت بيك جدا، تشرفت برأي حضرتك، وأشكرك على حضورك وأشكرك على وجودك معنا في مشروعات مصر، وأتمنى ليكم المزيد من التوفيق في القطاع العقاري الفترة اللي جاية لصالح العملاء ولصالح المواطن. تحياتي وأشكرك كل الشكر. أشكرك فندم، شكرا. مشاهدينا فاصل وهنرجع بفقرة من خارج الاستوديو بتحكي قصة نجاح إقليمية مميزة على الأراضي المصرية لشركة شنايدر إلكتريك العالمية، وحوار مع المهندس وليد شتا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والمشرق العربي لشنايدر إلكتريك. وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على كل خير. كنت معكم حنين موج، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.